على فرصه للدكتوراه في الجامعات، لقيت ان في هنا في الجامعه المصريه اليابانيه بتوفر لي جو مناسب مش موجود في بقيه جامعات مصر، بحيث ان عندنا معامل مجهزه وفي اجهزه مش موجوده او مش متوفره في الاماكن الثانيه، بتوفر لي فرص اكتر ان انا اقدر اوصل لنتائج افضل في البحث العلمي بتاعي. شغالين على موضوع تحليه الميه باستخدام الممبرينز، دي تقنيه جديده لسه مستخدمه على مستوى العالم من فتره قليله. ممبرين ده غشاء، الغشاء بمنتهى البساطه هو بارير او فاصل بيسمح بمرور حاجه وما بيسمحش بمرور الثانيه، فاحنا بنجيب ميه مالحه نحطها حوالين او من على ناحيه من الممبرين، الميه دي هتعدي او احنا لما نجيب الميه المالحه هنعدي بس الميه وهنسيب جزيئات الملح الناحيه الثانيه. رسالة ببساطة، بنحول ثاني أكسيد الكربون لوقود يعاد استخدامه تاني كأي زي أي وقود طبيعي. الوصول إن شاء الله إن إحنا باستخدام الطاقة الشمسية فقط نقدر نحول ثاني أكسيد الكربون لوقود، ده الهدف بتاعنا. معانا مشروع من أكاديمية البحث العلمي عن الاستزراع السمكي بتطبيق إنترنت الأشياء أو شبكات الاستشعار اللاسلكية، وبنعمل حاجة ليها علاقة بإن إحنا بننقل الفيديو وبننقل المعاملات الحيوية للمية للسمك، بحيث إن إحنا نساعد في إن إحنا نعمل استزراع كثيف للأسماك. اللي احنا بقى بنعمله ايه؟ بنقول لا، احنا عملنا تطبيق، التطبيق ده يتحط على الموبايل بحيث ان في العشر ثانية دي والحادثة بتحصل قبل ما الموبايل يتكسر، نخلي بالك ممكن البطارية تتفك، الموبايل يحصل فيه حاجة، بنكون عملنا معالجة سريعة جدا وبعتنا رسالة استغاثة، وبعد كان الموبايل ممكن يتكسر وما يصلوش، يعني حتى لو ضاع حصل له حاجة امر مواصل. بس طيب، على ذكر الأبحاث العلمية، إحنا معنا مجموعة من النتائج اللي وصلوا لها عدد من الباحثين. معنا دكتور محمد الفني، أهلا بحضرتك يا دكتور. حضرتك أستاذ الهندسة الميكاترونيكية، لو ميكاترونيكس صح؟ روبوتات. أي روبوتس، تخصص روبوتس. تمام يا فندم. أنتوا عملتوا ولا طورتوا روبوت له مهام خاصة يعني محددة؟ تمام، هو حضرتك اللي هتشوفيه دلوقتي إن شاء الله هو روبوت متسلق، الهدف منه يتسلق الخزانات الصناعية من الداخل عشان يقدر يقول لنا فين أماكن اللي محتاجة صيانة زي اللحامات أو خزانات صناعية، يبقى فيها وقود مثلا، يبقى فيها زيوت. وبالذات كانت شركة بتاعت غاز مسالية في رشيد هنا كانت بتستورد شركات أجنبية بتعمل عملية الصيانة دي، بس بتتكلف حوالي 300,000 دولار في السنة، وكانت روبوتات اللي بتيجي من بره بتمشي أفقي بس ما بتتسلقش. فطبعا قبل ما نطور حاجة بحثنا في الريتريشن نشوف الروبوتات المتسلقة على مستوى العالم إيه أنواعها، فكان في نوعين أساسيين. الروبوت الصغير بيستخدم الماجنتيك، يعني تبقى العجل بتاعه من ماجنتيك ماتيريال، بس لازم يتسلق مواد تكون بنسميها فيرو ماجنت ماتيريال. المشكلة اللي عندهم في الخزانات معظمها كانت ستانلس ستيل، ما ينفعش عليها التسلق عن طريق الماجنت. السيستم تاني المشهور في العالم هو بنسميه ساكشن كاب، يعني تفرغي كده تبقى الرجل كده نفرغ منها الهواء فتلزق في الايه، تفريغ الهواء. تمام، بس دي برضو ما تنفعش، ليه؟ لانها بتتطلب السطح يبقى فلات ومفيش فيه عوائق، وده مش متوفر. مفيش تراب كمان. وده مش متوفر هناك. واي عائق ممكن يخلي السيلينج اللي هو المنع نازل يتسرب الهواء وبالتالي يقع. فالتو سيستم المشهورين جدا في العالم دول ما يقدروش يتفاعلوا، ما يناسبوناش. ففكرنا في ايه، كنا قبل كده شغالين في الطيران في الروبوت الطائر، فكانت الفكره بتاعتنا ان المروحه بتاعه اللي بتطير دي نشقلبها، فبدل ما تطير لا تضغط على الارض. طب ايه اللي يحصل لما تضغط على الارض؟ بتزود قوه الاحتكاك. قوه الاحتكاك انت عارف حضرتك لها علاقه بالقوه العموديه، فحضرتك زودت القوه العموديه يبقى الاحتكاك اللي ممكن تحصلي عليه بيكتر، ويبقى الروبوت ده بيتسلق عن طريق الاحتكاك، يعني الاحتكاك هو اللي شايل الوزن بتاعه، يعني قوة الاحتكاك. بص طبعا ما فهمتش، بس يعني هشوف يعني يمكن لما اشوف. طيب.
دكتور، احنا دكتور محمد جودة المفروض هيعمل تجربة عملية، احنا جبنا الشكل ده المفروض ان هو يعني نموذج اللي